السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أنا بإذن الله هتكلم على طريقة تثبيت الشريحة في المجهر الضوئي المركب اللي هو اللايت كومباوند لايت مايكروسكوب، وطريقة فحصها على ثلاثة قوى، القوى الصغرى والوسطى والكبرى. أول حاجة هعملها واحد أفك مصدر الضوء، اثنين أحط العدسة على أصغر شيء اللي هي رقم أربعة. سمعت الطقة؟ لازم تسمع الطقة. أسمع؟ لا لا لا، هذه القوى الصغرى. أبدأ أحط، خلاص كده أنا ثبت. لازم تسمع الطقة، لو ما سمعت الطقة حتلاحظوا وانت تفحصوا لون أسود. طيب كده أنا ثبت، أجي أحط الشريحة. كيف أثبتها؟ أفك الكليبسة، لاحظوا أفك الكليبسة، أحط الشريحة بزاوية هنا بدل المنظر، ثبتها كده بزاوية، أرجع مرة تانية أقفل الكليبسة بشويش. كده أنا ثبت الشريحة. طيب لاحظوا أنا القطاع هنا موجود، طيب الإضاءة هنا، أنا لازم أبدأ أتحكم في الشريحة، أبدأ أحرك العمود يمين ويسار وفوق وتحت إلين ما أجيب، لاحظوا القطاع على الشريحة. كده أنا جبته مظبوط، خلاص جبته مظبوط، حركته يمين ويسار وفوق وتحت إلين ما ثبت القطاع في المكان المطلوب. طيب الآن وأنا أفحص، لاحظوا وأنا أفحص ما في شيء واضح، شايفين ما في شيء واضح، فاضطر ان انا ابدا الستيج احركه على فوق. ايش اسوي؟ العب في الضابط الكبير اللي هو الفوكس كورس فوكس، اللي هو عباره عن الضابط الكبير، ابدا ارفع، شايفين الستيج قاعد يطلع على فوق، يطلع على فوق، وانا ارفع احط عيني على الشريحه اذا كان في قطاع واضح ولا لا. لاحظوا هنا بدا عندي تظهر صوره قطاع. طيب كمان نكبر، لاحظوا كمان قاعدة أرفع أرفع أرفع، أها وضح عندي القطاع. هذا القطاع على قوة أربعة، لاحظوا هذا القطاع على قوة أربعة. طيب أنا الآن وضح عندي، أبغى أخليه على عشرة، إيش أسوي؟ أحرك العدسة بس على اللون الأصفر ولازم أسمع الطقة، سامعين؟ طيب الآن أرجع أحط أفحص، يا سلام وضحت أكثر، لكن كمان ناقص التفاصيل أكثر. إيش أسوي؟ أبدأ ألعب في إيش؟ في الضابط الدقيق. هذا استخدمته خلاص أول مرة مع قوة أربعة، الآن أستخدم الضابط الدقيق. لاحظوا هذا الضابط الدقيق، وأبدأ أحط عيني على المجهر، لاحظوا التفاصيل إيش أبدأ يصير فيها. شايفين؟ يا سلام بدأت توضح أكثر، لا كده بدأت تغبش، زدت في الفاين فوكس، الآن لاحظوا معايا قاعدة توضح 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 توضح، مظبوط كده وضحت أكثر على قوة إيش؟ عشرة. طيب أنا أبغاها كمان على قوة أربعين، حألفها بنفس الطريقة وأسمع الطقة. شايفين؟ أنا ما حركت ولا شيء، ما حركت الستيج، ما حركت ولا شيء، بس مجرد إني أنا أطقها على القوة المطلوبة وألعب في إيش؟ في الفاين فوكس. الآن أنا حطيتها على 40، أبدأ إيه؟ أفحصها أشوفها تحت المجهر، ما هي واضحة، ألعب في الفاين ألعب في الفاين ألعب في الفاين بشويش إلين ما توضح تفاصيلها. شايفين كيف وضحت؟ هذا القطاع عندي عبارة عن كورس سكشن، مظبوط، هذا القطاع عندي عبارة عن قطاع عرضي في تركيبة الخصية في الفار أو الأرنب، لاحظين؟ فكده أنا ضبطت الشريحة على قوة 14 و40. تخلص من الشريحة، أنزل الستيج على تحت، أشيل الشريحة وأقفل المجهر وأسلط فيش الكهرباء.